شرعنا في عملية تكفل بالعائلات 6400 عائلة تقطن داخل وهران. تنفست عشرات العائلات أمس من الأحد الصعداء بعد ترحيلها من حيسيد الهواري العتيق إلى القطب العمراني الجديد الكائن بمنطقة بلقايد، حيث تم ترحيل 650 عائلة كانت تكابد الويلات في بنايات هشة يعود تاريخ بنائها إلى الحقبة الاستعمارية، كما تواجه ظروفا حياتية صعبة. وتمثل هذه العملية أول خطوة ضمن مخطط ترحيل سيشمل 6400 عائلة من قطني السكن الهش على مستوى 8 قطاعات حضرية بمدينة وهران. ولقت هذه العملية استحسانا كبيرا من طرف العائلة المستفيدة التي كانت تنتظر الترحيل منذ سنوات قبل أن يأتي الفرج. ويغادر البنايات الهشة إلى سكنات واسعة وجديدة عززت بمختلف المرافق الضرورية على غرار ملحقة إدارية ومقر أمني إضافة إلى مؤسسات تربوية. وطلب ولي ولاية وهران السيد عبد الغني زعلان ساكني الحي الجدد بضرورة الحفاظ عليه، خاصة وأنه تطلب مجهودات كبيرة لبنائه، مشيرا أن عملية الترحيل المقبلة ستخص قطني سكن الهش بحي ابن سينا. وتجدر الإشارة أنه في خضم عملية الترحيل التي جرت أمس تقرر الحفاظ على 24 بناية بحي سيد الهواري نظرا لقيمتها التاريخية والعمرانية، لكون هذا الحي العتيق الغني بمعالمه الأثرية صنف السنة الماضية كقطاع محمي، مما يحتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه البنايات التي تمثل إرثا حقيقيا لهذا الحي الذي كان طوال تاريخ الباهية منارة لتعايش العديد من الثقافات، حيث سيتم تخصيص هذه البنايات كمقار لهيئات عمومية ستتكفل في المستقبل بتهيئتها وفق دفتر شروط صارم يحفظ القيمة العمرانية والتاريخية التي تسخر بها، فيما تقرر تهذيب البنايات الأخرى حتى لا يعاد احتلالها من طرف عائلات قد تتعرض مجددا لخطر الانهيار.